بسم الله الرحمن الرحيم أدباني السلام عليكم دمان دتك إنه وحيران داودية شقيمة له جمعة مبارك جمعة ونكسن واحد نجلس وقتها وأيرو تي في يبلامش كني معلن له أبرون شو ما أنت وحكور السبع يا صحفي أبرون المدة ده بقى وحكاه لي ندور شوي كسملا سيدا ودعيان ما أنت وحدول استاجنا حزب جا هلاع أو أهيد مالتي سي هلاع يقدبدي وجيدي بروفيسور أحمد سمطر كسلو صحفي بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وانبريدين إن دمان داود ياشا قدرين تلا إدافات دولودة كوكالا نول ومالين ونكسن وحنلين جمعة ونكسن ومالين غير قبطة مركا وان لوه واتهاي إن أحمد إسماعيل سمت البروفيسور كا أو نسيه لا ما أنت وحو أدو وهد لينو عيل هايو عيل باي هايو عيل باي هايو معناها محاكا كان حلقة لينو عيل كيس عيل كا يدباطة يسوشيت بسم الله الرحمن الرحيم رنتي وحانو دونينا إنا دول استاغنو قدبدي وجيدي أحمد إسماعيل سمتر ويدا آن كلاسو بحناي أيانو كهلي دوننا قدبدا وحاو كفر البرفسير كا عيل باها هيو عيل باها هيو ووليبا غاركين كدا وين مركا غاركين كدا وين حكو وضا دادكا صدون جيركي عفرتن جيركي لواتن جيركا قلاها تشوغا أما أو قدبينو يو كوضا ما بحا بيتو سيحت سوغا مركا ماها مركا ها عيل كان عيل حدا صوب الله وضي ماها وإذا كدا وين مركو يلادو دادكا ميسو جوغا شنجيري يسدح جير ماها وافردن جيري يسدون جيرو معناه حكا هاليا لباتدي قلبيتك سوغارتي لباتدي قلبيتك سوغارتي مدى آدو فوق أيو كهاليا وهادي أينو تاريخ أحان إغلانا وارنتي ويو قلبيتكو ساهرو شاقني بقول يا صدّن يا لبصنا أيها وحي كم قيّهين سحّد السياسة دست نبأ بركا أنتي وجرات سديبا وحولت جان قاعد برفسير كا دت كيسي أو لما قوانين يو أو جميستي سقط تجين أو قانتو ده لقى صار الحانشيه بركا واحد عادو ده الله وجرابي كله قطب كاس هدي تن ما أنت حتى لقول لرو تاني مالتي وكسو غري النقضي مامور كسومالي لنا برفسير كا وح كسو ده ورمو ولا سقط تجي وان كاد ده نعيد سقط تكتي marka horta qodob waa qodob kaasoo ciilka gaamuray wuxuu leeyahay hadii la doorto aniga iyo idinka ciilka way idin ka harayaan qodobka labaad wuxuu yiri gar ma aha inaan daawano maalin walba mustaqbalkeena in dad kala gooyaan wuu ku saxan yahay gar ma aha yuu hadlaya marka dadkiisa Soomaaliland buu hadlaya may gobolada ka soo jeeda gobolka Waqooyi Galbeed degmada Gabiley iyo Awdal buu hadlaya yani kuwa kale Soomaaliland oo dhan ee maamulkooga iyaga haysta لكن سقوا حكاه ليا ذاتك قد بورسيبو كاه ليا أو ليا إن مانوال با ذاتك لا أي ثلاثة يدا أما جوان كيا أما مستقبل كيا جويان قرمها وكسع سيا صدق وحى ويري إن وحن كليه وكل علبه كرنا ويري إن نجوا ما شرها قبرنا أو استيرن كجارجة وضنا إن نجوا غير عوضل يدك مدة قبلها أو مشا معمولنا ونرد وفادي ايا عيل كنا غبيه كان واغرت دي خليغا وا دورشدي مدخوينه اسينا دورش مدخوينه وما ترتميو marka hadalkan muxuu ku keenay inuu macnaha de soo jiito codadkii xisbigaas uu soo baxo mustaqbalka uu de arinta isku dayo ilaan hada asiga madaxweynuhu ma sharaxno hadaladu sheegiyo soo iska mahor imanayaan maya iska mahor imanayaan sababta wuxuu leeyahay hadal ururkan xisbi aan u soo saartaan oo xisbigaana uu soo baxo aniga aan madaxweyne noqdo halkaas weeyaan wuxuu ka batorinayo yani mustaqbalka fog haddii aniga soo saartaan ciilkan carada wad ka baxaysan oo anaga aniga aan isteedinka qabto leeyahay afar waxa uu leeyahay waxaan ballan qaadaya hada aniga oo axmed ah aad hilaac soo saartaan waxaan ballan qaadaya in dibna loo baran doono hadalkaas marka waa hadal weyn wuxuu ka wada dibna loo baran doono yani imika maadaama saxada ka baxnay oo taladii iyo arrinkii iyo teeladii aan ka baxnay oo ilbaxnimadii iyo soo jireenimadii iyo gedo buursiga geeska Afrika hoggaaminayay meesha ay ka baxdo gumeysi gaalmadow iyo gaal cadaan bal soo kaay tagay waxaan nahay ba dib loo baran Soomaad galan waa hadal weyn oo garnaqsiya kaana waxa kale oo ka hadlay waxa la arki doonaa buu yiri hadalka wili hadal ka sii culus buu yiri waxa la arki doonaa buu yiri asalka dadka aynu nahay waxa ka wada macnaha asalka dadka hadda waxa weeye dadka waha baa la saaray
ومدن ومد هجان له أو شر بحسن أو أقول له أو البحنم له أو لجسه هرتو أو سيلع يلوك هي يو محلي لو يعدي يو ضد كي حياة هي يالي يبولحار يلا يبربر يالي معناه رونتين إلا يحس يميت هالكو شخص مرام كو أسيان ضد كي جوه كتليني لنا عنا إلا يودي أدي السبب إلا يقعن كتشرب أي دبو صن خنيا وهي أصل كمرك لقى هاليو هديل هو أصل دوريو قفك لحد من خنيسد markaan la asal dooriyay buu leeyahay hadda marka waxaanu balan qaadaya inaan asalkii dadkii la yaqaan oo heebada iyo hibada lahaa inaan dib u soo celin doono mar marka uu dhaadanaya marka professorka ugu dambeey marka qubadiisu waxyaabaha kale ku mid waxa kamid ahaa inaynu nahay dad ilbaxa oo soo jireena oo talale oo arile oo nooc wax walba laga helo ayaynu dib u waanu magoolayna marka dad badan hadda waxay aaminsan yihiin maxaa taladii naga qaaday maxaan u tashan laana maxaan dadnimadeena waxaan leena usoo saaran laana isaga markuu wuxuu leeyahay waladan xisbiga la soo baxdaan xisbiga wuxuu noqon doonaa xisbiga dib idinku arooriya ciddaad ahaydeen marka waa dhaadasho iyo tirtirsiin iyo guwaabo iyo weli waxa ku jira tolaayay waa gartay maxaa keenay xilligan uu garnaqsado isagoo muddo siyaasadda soomaalida ku dhex jiray waxaa keenay arrimo door ah kow waxaynu ka hadli doonaa qodobka wejiga labaad professor ahmed saaxiib sama tartaniyo maalintii uu yimid oo kasoo degay rabtay soomaali weyn ee gobolada waqooyiga yimid ilaa maalinka maanta nabraa ku socday ballanqaadyo loo sameeyey oo looga baxay baa jira gaar ahaan xisbiga kulmiye waa ninkii muuse soo saaray buugga kulmiye ninka qoray buu ahaa ballanqaadku wuxuu ahaa muuse doorka xiga inuu dhisi doono ahmed ismaaciil samatar wuxuu ugu horreeyey oo inta badan dadka aan loo sheegin muuse markii uu soo baxay axmed ismaaciil samatar inuu u ballanqaaday inuu ka dhigo wasiirka qorsheynta somalilan waa wax aada u hooseeya oo liidnimo ah oo aan laga filaynin waana meesha uu ninka inanku adeerka u yahay ee hadda ka hor shir wac inanka la yidhahdo oo wasiirka ka noqday qaabkuu ku yimid weeyaan axmed ismaaciil samatar marka dadnimadii iyo aqoontii uu lahaa waxbaan ku dhisayaa waa lala dagaalamay dagaalkaasi wuxuu bilaabay inuu raadsado gacal iyo garab wuxuu helay allah naxuse professor cali galayd axmed ismaaciil cali khaliif galayd oo isaguna doonayay bal inuu wax ka bedelo wejiga ay somalilanta u egtahay waad ogeed khuruuj bay u baxeen gobolladay ku wareegeen ardaydii iyo dadkii isbedeldoonka ahaa iyo dadkii maskaxdoodu ay aaminsanaayeen in wax la wada lahaan karo ayay hanteen dabadeedna waxaa loo arkay khatar weyn waa lagu dhexdhacay marka waa tii galayd allah naxuse jigjig u tagay axmedna wuxuu ku noqday america ciilkii iyo caradii mar kale haddana uu soo noqday markii kale uu soo noqday wuxuu bilaabay inuu yidhaahdo xisbi baan samaynayaa xisbigaasi marka waxaa inta lagaga dhagay waxaa la yidhi kulmiyo dhis mar kale annagaa markaa meesha ku baneynaya haddana mar kale kulmiyo u dhisay haddana waa looga baxay inuu marka hilaac dhiso wuxuu u arkay dagaalka ugu dambeeya uu la gelayay soomaaliland ayuu u arkay dagaalkaasi marka waxaa hadawaa looga daba yimid intaan looga daba imaan runta markaan ka hadalno beesha dhexe axmed ismaaciil waxay u arkeen nin inuu yahay nacar qalad ku ah qaabkii soomaalilanta u socotay waayo axmed ismaaciil samatar wuxuu lid ku yahay oo kasoo horjeedaa mujaahid baan ahay keligay baa kaadi usoo cabay anagu s n m baa anagu kasoo horjeedaa dadka marka s n m nimada wax ku cunana waxay u arkeen in la dhexal wareejinayo oo dadkii lagala hoos baxay oo somalilanti iyaga ay qorqorteen uu axmed inta bedelay uu ekeysiyey mid la wada leeyahay dagaal baa lagu qaaday marka markiiba dhallinyaraa lagu kiciyay adeer u yahay waad ogeed xisbigiisa waxaa ku dhacay nabraa loo geystay inamadii haddana waa la waday xisbi kalaa loo furay dhaqaalaa la siiyey iyagana ay horo isteen beelaha marka ay ka mid yihiin waaweyne somalilanta runtii oo beesha dhacaa amiin iyaga laftooda waxay u arkeen ninkaan dhibaato haddii noqoto habar jeclo haddii noqoto garxaajis dhibaato dhib baa loo arkay waxaa lagu sameeyey marka haddana mar kale in xisbi layaado barwaaqo laga dhinac sameeyo hikaahna la sameeyo labada ugu weyn waxa loo sameeyey waxay ahayd in ninkan la kala dhantaalo beelaha uu ku xisaabtamayana lagala hoos baxo marka axmed ismaaciil caradani ciilkani dhibaatooyinka noocaasa horta u keenay laakiin waxaynu ka hadli doonaa suurtagal ma tahay axmed ismaaciil inuu soo baxo suurtagal ma tahay inuu meeshaan hogaamiyo haddii uu soo baxase maxaa ka dhici kara somalilan waa tahay taas barnaamijkeena dambe ayaanu kusoo qaadan doonaa ugu dambeyntii daawadayaal waxaad nagala socotaan iro t v iyo barnaamijkeenii abnoola show waxaad kaloo naga daawan doontaa naga daawan kartaan iro t v .com iyo social media ugu dambeys su-aasha ugu dambeysa adoo soo koobaya bayle wuxuu ku biiray siyaasaddii somalilan isagoo la filayn meel sare laga filayay xisbiga wadani uu galay
موحو مري دونا وددي إن بروفيسور أحمد سمطر أو هادو مركو كوهو غوغو هادو سن حزبي سوبي سن دونا سيدابا يوكتاي إن رنتي بيلة وحو مري دونا وددعسي يعني تا الله وقوني لكن عرقتي داك ماشاك وقويقة تالا أما تومالي لان تالا يسيد اللو فكرو ما هن ميل قفك واناكسن واناكيسي يا ميسانكي سلقسو دوئيو خوفك إلا الحق حقته أو هي مريحة اللي قالها أو تمها اللي قلت لكو ميلنا ما فرسته هدولو ها مركا نظام كميشي يالا هران وشيغن ونظام قرونسان أو كل لغو صلايو قبيالد يا إيح يا غرابكين بيلة حدا شاركي سوو عديه لكن محان أركي دونا هديلا نولي هاي بيلة أمرو البسيدي مس وحلوغو شيري مربكو انتو صوب بحصدو دي بدو صوب بحي أركي دونا ويو ميش حدا وقالي وحيران تاي أحمد سماعيل سمتر هذا ليس وحكم إذا هيد سد هذا حسبي ما إلا قال ما لهم بيجري هل غير بانا إسكاله وهي هذا ليس قال مركب بيلا هذا ما الحيران بو قالي مركب ما يجار كحسبي كبنانك كتشوجا ما دام بنانك كتشوجا إنه جدها قاله ويكوات كانسا مركب واحد بيع كرتا دكتور بيلا إنك استو رك بنا إلى السودان إيه ليهين ندر إيه شيء بان لقنا يودني إن سو ما إلا ما لقى بدلي دونه aragtida dadka Soomaalila maamula ama sheekta aqalkooga marka aan fasirno marnaba ma dhacayso aqli fiyo oo qiimo badan oo aaminsan in wax la wada leeyahay inuu meesha ka shaqeynayo waa gartay dhawaan ayaa loo arki doonaa taas inay in wax laga bedeli karo Soomaaliya in kale inay sida u sameysan tahay aad u maasan tahay kaas wuxuu ahaa suxufi abroono ama ta ka wareysanayay doorashooyinkii barnaamijkii tacalaha aan wada ku saabsanaa doorashooyinka Soomaaliya iyo ururka هلا يو بروفيسور أحمد سمتر وأريجا يسوع في أبرانا إنت كوكول مدون برامج كان برامج لما إذا أدبر دي سلام لنا جمعة مبارك